بتاريخ 11/8/2021 قامت مؤسسة أورينت الإنسانية بتوزيع كميات كبيرة من الأدوية النوعية وعلى رأسها شراب الميكسيلين للأطفال وكذلك الإمبرازول، وشمل التوزيع مديرية صحة إدلب الحرة ومديرية صحة حلب بشقيها الشمالي والغربي وكذلك المشفى الجامعي وعدة مشافي ومراكز طبية أخرى. وسيتم تقديم الأدوية التي توزعها مؤسسة أورينت الإنسانية بشكل مجاني لجميع المرضى والمحتاجين بالمحرر. قامت مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بتوفير كميات كبيرة من الأدوية التي توزع مجانا لأهلنا، ومنها الأموكسيلين والأوميبرازول. الأموكسيلين يعتبر خط علاجي أول لالتهاب البلعوم الحاد والتهاب الأذن الوسطى عند الأطفال، والأوميبرازول يستخدم كعلاج داعم للقلص المعدي المريئي عند الرضع وحالات القرحة الهضمية المشخصة عند الأطفال. وهذه خطوة إيجابية في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار في الشمال السوري المحرر.